السلام عليكم حبيبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد او جديده. اليوم جبت لكم البنات الطاجين اللي كيجي فريمون جديد وكيجي كيشهي بطريقه مختلفه، طاجين معسل بالخيز وغابي والبصله. فخليكم تشوفوا معايا المقادير والطريقه ونبداو على بركه الله. هنا البنات عندي نص كيلو ديال الركوبه ديال الدجاج كما كتشوفوا، هنايا عندي 4 ديال الطروسه ديال الثومه، عندي شويه ديال الزبيب، واللي بغى يديرها كيكثر يكثر، اللي بغى يديرها كيغ شويه. هنا درت غير شويه، غير نص كاس تقريبا ديال الزبيب. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. هنايا عندي خديت 4 ديال الخيزويات حكيتهم هكايا كما كتشوفوا على شكل طولي. وهنايا خديت 4 ديال البصلات كبارين البنات، مهم تقريبا نص كيلو. عندي هنايا كما كتشوفوا قطعتهم هكايا على شكل طولي رقيقه، وغادي نحتاج زيت البلديه اكيد. خلاص بالنسبه للعطريه، العطريه راه معروفه، غادي نحتاج شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، وغادي نحتاج معها واحد شويه غير قليل ديال هكا الشونيه باش كتعطي واحد الكولور وصافي. صافي البنات، بالنسبه للماريناد هنا غادي نحتاج جوج دروس ديال الثومه وجوج غادي نخليهم من بعد بوغ البصله و لي كاروت رابي. غادي ندير شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكينجبير عامره، معلقه صغيره ديال البزار حتى هي عامره، الخرقوم معلقه صغيره ديال الخرقوم حتى هي عامره. وهنايا كيف ما قلت لكم غادي ندير شويه ديال الشاونيه، المهم تقريبا نص معلقه صغيره. وهنايا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. صافي هنا البنات غادي نخلط، غادي ناخذ شويه الماء غادي نخلط هذا الماريناد. صافي كما كتشوفوا البنات المطيشات الحب كتعطي واحد لا كولور باش كيجيو كيبات عاطين، كيجيو زوينين. صافي هنا البنات نخلط مزيان، صافي هنا البنات من بعد غادي ناخذ الركيبات ديالي ديال الدجاج وغادي نرقدهم في الماريناد. صافي هنا كيفما كتشوف معايا من بعد ما رقدتو كلو، دابا غادي نفيلميه وغادي نخليه هكا يرتاح واحد نص ساعه ونرجع معكم. بالنسبه لك بحال اللي بغى يدير هذه الطريقه الا كامله خليه، الا كامله هي مزيانه. المهم انا غنايا غادي نخليه نص ساعه غادي نفيلميه ونرجع معكم. وهنايا البنات دابا غادي ناخذ البصله، غادي نضيف عليه الخيزو، البنات غادي نخلط هكا مزيان باش حتى الخيزو كيدخل مع البصله. هنا غادي نضيف الزبيب حتى هو غندخلو مزيان. هو البنات جربوا هاد الطريقة راه كتجي بنينة. دونك هنايا غادي ناخد جوج دروسة ديال التومة اللي بقاو ليا غادي نحكهم. خلاص بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه ديال الملحه، غادي ندير شويه ديال الابزار، غادي
هنا البنات غادي ندير شويه ديال القرفه وهنايا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال العسل بالنسبه للي ما عندوش العسل يقدر يعوضو بالسكر انا هنايا درت العسل المهم هنايا اخر حاجه ندير تقريبا جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه صافي هنا البنات غادي نخلط هاد الشي مزيان هنا البنات خديت الطاجين ديالي كما كتشوفوا دهنتو بشويه ديال الزيت دابا غادي نوضع فيه ركيبات ديال الدجاج على هاد الشكل البنات وسيرتو البنات التركيبات ديال الدجاج دغيا دغيا كيطيبو دونك غادي نمشي على هاد الشكل صافي هنا البنات من بعد ما استفت الدجاج ديالي غادي ناخد هاد لا مارينات وغادي نسقي بها الدجاج هنا البنات راه ما غنزيد لا ما لا والو لان هاد لا مارينات بقات لي راه كافيه باش نسقي بها الدجاج هنا البنات دابا غادي ناخد هاد البصله والخيزو غادي نوضع هكايا في الوسط البصله راه مازال البصله غادي طيب والخيزو غادي يطيب ومازال فين غادي تهبط البصله والخيزو غادي يهبطوا فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا وضعت الطاجين ديالي فوق النار بالنسبه للعافيه البنات نقصوا عليه مزيان اصلا الدجاج والبصله والخيزو دغيا دغيا كيطيبو سيرتو الخيزو هكايا غابي دغيا دغيا كيطيب هما البنات الطريقه جربها عرفتو كتجي غزاله المهم هنايا البنات انا كما شفتو نقص عليه دابا غادي نغطيه وغادي نخليه غير هكا نشوفو البنات بدا كيغلي شويه غادي نبقى نجاكيه وهاديك المرقه غادي نبقى نسقي بها كي الدجاج المهم بقاو معايا وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هي راه بدا كيغلي المهم هنايا راه طلق شويه ديال الماء غادي نبقى نهز لاصوص ونبدا نسقي به هكايا من الفوق غير ما عرفت البنات واحد الريحه طالعه شهوه منه تبارك الله جا كيشهي صافي هنايا دابا غادي نسدي عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو اي فوالا البنات ها هو الطاجين ديالي وجد هنايا دابا راه طاب شوفوا عرفتوا البنات كيجي فريمون كيجي كيشهي جربوا هاد الطريقه راه كيجي رائع كما شفتوا الطريقه اللي شويه مختلفه كي بالبصله ولي كاروط غابي وداك الشيء فريمون جربوا الطريقه ما غاديش تندموا عليها راه غادي تنتاكد غادي يعجبكم يسعدني نبارطاجي معكم داك الشيء اللي كنوجد لوليداتي ولداري وداك الشيء فشكرا لكم تهلا فريتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله